بعد ما صار موضوع المرض، والمرض هذا خطير جدا طبعا، وخطر بكم انه تناقله، يعني بتناقل المرض بصوره مش طبيعيه، فارتقيت انه انا اخذ يعني في حجر منزلي لإلي ولاولادي، تمام، وانه انمي لهم موهبتهم تكون حتى ما يكونش في انقطاع ووصل لموضوع ايش، موضوع الاله اللي بحبها هو. فعلمته انا بعض الالحان الصعبه والشغلات الكبيره، وبالاضافه انه بشكر جدا في المعهد انهم هم يتواصلوا مع الاولاد بشكل اونلاين وعلموهم الموسيقى على الانترنت. طبعا انا بوجه رساله لاولياء الامور انهم يهتموا في اولادهم في ابنائهم، يعني يهتموا اهتمام شديد، لانه هذو امانه برقبتهم. الولد عنده طاقه، وممكن الطاقه هذه يفرغها في شغلات تانية، فالافضل انك انت تحاول تخليه عنده موهبه، مش ضروري الموسيقى، ممكن الرسم، ممكن الكوره، ممكن اي شيء بالرياضه، اي شيء له موهبه الولد، اكيد في ملكات خاصه الولد يمتلكها، فانت حاول اهتم له فيها ونمي له اياها، خاصة انه في الوقت هذا، في الوقت الحرج اللي احنا فيه، انه المفروض انه يكون في جل اهتمامك على الولد، انه تحاول انك انت تحفظه، تحاول انك تلاقيه، تحاول انك تعطي له الحاجة اللي بحبها داخل المنزل، حتى ما يفكر يطلع في الشارع ويأذي غيره او حد يأذيه.